مساء الخير يا رائد بيه. اهلا يا عم. بالنسبه للغدا يا بيه، تعليمات الهانم ان النهارده الغدا هيحضروا غدا هانم وحسن بيه. تحب حضرتك تنتظر ولا احضر لحضرتك الغدا دلوقتي؟ لا انا هتغدى دلوقتي. يلا. هاي. هاي حسن. توقعت برضو ان الاقيك هنا. اصلا عندي شويه شغل. هو رائد هنا ولا مشي؟ لا لسه ماشي. طب ويا ترى فكرتي في اللي قلته لك؟ حسن مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. انت فين ده يا استاذ حسن؟ انت فين؟ عند عليا. تمام. شوف الصوت كده. الله، مفيش صوت ليه بقى؟ طب اعمل ايه تاني؟ مش عارف بصراحه. الو الو. ايوه علي، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام. ببعت شويه ايميلات اهو وبظبط لك مواعيد بكره. طيب كويس. ايه، في حد عندك ولا ايه؟ حسن عندي. عايزني في حاجه؟ مش عارفه، هو لسه جاي يعني، هعرف هو عايز ايه واقول لك. طيب يلا، باي باي. بعدين بقى في قصة الصوت دي، ايوه امر. بقول لك ايه، انا مش سامع صوت في مكتب علي. أنا في البيت قاعد على اللابتوب، مش في الشركة. لأ. أيوة تمام. أكتيفيت. ها وبعدين؟ مش معقول يعني، بقالي كتير عمال أسأل فيك. طب يا عم يلا يلا. ولا بتقولي لي حاجة. خلاص بقى يا حسن. بس أنا مصر أفهم فيه إيه؟ عايز تفهم إيه يا حسن؟ عايز أفهم. أوعى تطلعي شمال يا علي. هو في ايه يا رائد؟ معقول عامل يقول لك ان اختك وجوزها هيتغدوا معانا تقول هتغدى انا؟ هما يعني بيتغدوا كل يوم معانا؟ ماما، اولا بعد كده لو سمحتي لما تحبي تدخلي بخبطي الاول. ثانيا انا جعان عايز اكل، ايه المشكله يعني؟ المشكله ان اختك وصلت اصلا و10 دقايق وجوزها هيكون هنا، ما انتش عارف تصبر 10 دقايق. انت مشيت بدري يعني النهارده؟ فعلا كنت باخد جوله كده بس في المدينه، بس اكتشفت ان في قرارات كده خدتها بس انت ما نفذتهاش. لا من فضلكم، مش داعي نرجع في الشغل، احنا على الاكل. معلش يا انكل، هستاذنك بس ارد على رائد في الموضوع ده. رد يا حسن، بس مش داعي نطول في الكلام على الشغل. حاضر. بص يا رائد، انا عارف ان انت بتتكلم على موضوع المحلات اللي اتثابت، بس الموضوع ده مش من عندي. الناس دي قفلت ومعظمهم سابوا المحلات ومشوا علشان بيقولوا ان هم بيخسروا. بس انا قلت قبل كده ان المحلات دي نأمنها ونعوض صحابها ماديا لحد ما المدينه توصل للمعدلات القصوى.
ساعتها مفيش حد هيخسر. ايوه احنا هنفضل نصرف عليهم كل شهر بالطريقه دي، طب ما ناجر لنشاطات تانيه يكونوا قادرين على المنافسه. معنى كده بقى ان اصحاب النشاطات اللي قفلت دي مالهمش مكان هنا، ويضطر اي ساكن بقى في ترود ريمس يبقى ناقصه اي حاجه يطلع يجيبها من بره، مش كده؟ حسن نفذ الكلام اللي بقولك عليه، انا فاهم كويس قوي انا بقول ايه. ويا اخي ما تبقاش بخيل، انا يا سيدي بقى كريم مع العملاء بتوعي، دي حاجه مضايقاك؟ لا هو انا بس كان قصدي انا مش قلت مفيش داعي نتكلم في الشغل واحنا قاعدين على الاكل. طيب انا هقوم على اذنك. اي ما فين وانت لسه كارتي. طيب بعد اذنكم هشوف بس فيه وهعمل تليفون واجي على طول. اتفضل يا حسن. ينفع تحرجهم بالشكل ده؟ انا ما احرجتش حد. امال يعني تتكلم جوزها بالطريقه دي وتحرجه قدامها وقدامنا؟ بتسمي ده يا استاذ؟ ده اسمه جليطه، تصرفات تقرف. معلش يا حبيبي بس انت فعلا احرجتنا كلنا بطريقتك مع حسن. من امتى بتكلم مع حسن بالطريقه دي؟ انا طالع اوضتي. لا دي عين بقى. عامر شيل الاكل. وانت ما قلتش ليه كده من الاول يا استاذ عادل؟ حضرتك العضو المنتدب وكلامك لازم يتسمع، لان اما هتخرب هتخرب علينا كلنا، مش على صراع ده فني ده بس. الله يخرب بيتك. يا استاذ انيس، يا استاذ انيس، قلت اكتر من كده 100 مره، قلت قبل كده بس انت عارف رائد غبي ومغرور ومتصور ان هو فاهم كل حاجه. هو ولا بيفهم حاجه ولا بيفهم حاجه. طب هعمل له ايه؟ انت مش عارفه مرتبي؟ يوه والله بقى قولي لو كنت رايي زوده لنا شويه، خليه يفك كيسه، هو على قلبه قد كده. بس ما انت عارفه هو بخيل وجلده. انت دلوقتي هتسمع نفس كل موظف عندك، مش بس هتشوفه، يعني هتكتشف حاجات كتير. هل انت مستعد لده؟